المواطن التونسي يعتبر الزيادة في أسعار المحروقات مشطة ولا تستجيب لمصاريفه اليومية. الاتحاد من أجل تونس يدعو إلى مؤتمر حوار وطني ويشكك في إمكانية نجاح حكومة علي العريض. نقابة التعليم الثانوي تعتزم القيام بإضراب بساعة الأربعاء 13 من شهر مارس وتهدد بحجب الأعداد. عالميا مقاتلو المعارضة يحتجزون محافظ مدينة الرقة وبشار الأسد يؤكد انتصار نظامه. نشرة الأخبار من قناة حنبع. المساء الخير. استفاق الشارع التونسي اليوم على خبر الزيادة في سعر المحروقات. هذا الخبر الذي فند في السابق من قبل وزارة الصناعة فتأكد اليوم بعد أن قررت وزارة المالية الزيادة في أسعار المحروقات بمئة مليم، زيادة وصفها المواطن بالمشطة. أكثر تفاصيل في تقرير عبد المجيد الغندور والتصوير لمروان بن حميدة. هي صدمة أخرى تلقاها الشارع التونسي اليوم بعد الإعلان عن الزيادة في ثمن المحروقات، خاصة أصحاب سيارات الأجرة، فالبعض اعتبر هذه الزيادة المتكررة بعد بضعة أشهر لا تطاق في هذا الظرف بالذات، ولم يعد أحدا يتحمل أوزارها. والله شو أقول لك، هي الزيادة راه ماهيش باهية توا، فهمتني؟ لك تشوف معناتها البلاد واقفة والدنيا واقفة، مش في وقته معناتها، فهمتني؟ ناس فقراء رانا زواولة تاكسيستي، راوك الناس اللي ما لقيناش خدمة ولينا نخدموا تاكسيستي، نخدموا على لاسيرونس وعلى البياسات وعلى الحاكم نخدم، ما فهمتش الفلوس وين ماشي. 1570 حللها أنت في ليبي 200 فرنك تقريبا لتر نتاع ليسونس، وين ماشي الديفيرونس هذا؟ هكا هو أختي، سامحني ما عادش عندي ما نعلق. الزيادة هذه ماهيش في وقتها، ما تساعد حتى حد، لا تاكسيست لا مواطن عادي، ما تساعد حتى حد. عندي 24 سنة فيها تاكسي، كل مرة هم زايدين ولا معناها ماشي، قال الراجل تزغليت أكثر من الكسكسي. معناها بشي يلقى روحه مش خالص، لا هو لا صناع لا حتى حد. ظروف معناتها ما عادش تخلص، 20,000 ما عادش تمشيك جملة معناتها. أما فما ناس أخرين ما سببها فيها. فيها رجال الأعمال وفيها السياسيين، هذاك هو السبب. ناس بالأخص المعارضة قاعدة تحب تحطم البلاد. هذا اللي نعرفه. هذه أمور في الكواليس قاعدة تتبخ. اليوم ولينا جوست واحد في سكر الشارج نتاعو. ديجا الزيادات هذه ما تقلقش بركة في الخدمة وفي الكونسوماسيون، عندنا أوراق، عندنا دي شارج، عندنا تاكس، عندنا فيزيتا، عندنا تصليح، فهمتني؟ وعندنا عائلة كوميم، وعندنا صغار يقراو، عندنا يعني ما سترو، فهمتني؟ سترو. إن شاء الله ربي يهدي. الله غالب، باش الحال نخلصوا الفاتورة، يلزمنا نخلصوا الفاتورة. الناس الكل. وزير المالية إلياس الفخفاق اعتبر الزيادة في المحروقات من شأنها أن تخفف كلفة الدعم التي تتحملها ميزانية الدولة. ومن جهة أخرى أفادت وزارة الصناعة أن أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة ستبقى دون تغيير يذكر. نظم الاتحاد من أجل تونس صباح اليوم ندوة صحفية لاستعراض أبرز مواقفه من الأوضاع السياسية الراهنة للبلاد، وعلى رأسها تشكيل حكومة علي العريض بحضور الأمناء العامين للأحزاب الخمسة المكونة للاتحاد. سهير جعفر، مجدي قرقني. دعت جبهة الاتحاد من أجل تونس خلال ندوة صحفية إلى ضرورة التوجه نحو مؤتمر حوار وطني للخروج بالبلاد مما اعتبرته فراغا سياسيا لا يمكن للحكومة القادمة سده، على حد تعبير أمين عام حركة نداء تونس الطيب البكوش. الأسلوب الفشل في بعد الانتخابات قاعد يتكرر، والتحوير والحديث على التحوير وفاشل منذ 9 أشهر وباقي نكرر في التحوير هذا. من جهته أكد أمين عام حزب المسار الديمقراطي سمير بالطيب أن تحديد موعد الانتخابات القادمة والانتهاء من صياغة الدستور يبقى وحده كفيلا بالخروج من الوضع السياسي الراهن، محملا كتلة الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي مسؤولية الفراغ السياسي. الفراغ اللي قاعد صاير على مستوى حكومة، ما عندناش حكومة، المسؤول التأسيسي معطل كما قلت لكم، رئيس الجمهورية ما هوش هنا، فهذا الكل يخلي أنا الشعب والغلاء الأسعار معناه في عود يلقى قرارات باهية الشعب هذا، ولا يلقى تسريح في الدستور، يلقى قرارات بالترفيع في أسعار بصفة عامة. أمين عام الحزب الجمهوري مي الجريبي بدورها دعت إلى ضرورة تجاوز مرحلة المحاسسة حول المناصب وتشكيل حكومة كفاءات
تقوم على تحييد وزارات السيادة. اولا تحييد فعلي، نقول فعلي مش صوري، لوزارتي الداخليه والعدل. لازم تكون على راسها شخصيات مستقله حقيقه، تكون على راسها شخصيات عندها من الشخصيه ومن الكفاءه ومن الجداره ما يمكنها من اتخاذ القرارات الضروريه في الوقت الضروري بدون الرجوع الى اي املاءات غير الضمير والقانون والكفاءه. بين الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني وتواصل المشاورات حول التحوير الوزاري، يدفع الشعب التونسي اليوم ضريبة اختياراته من جهة وضريبة التجاذبات السياسية من جهة أخرى. ردا على قرار حكومة تصريف الأعمال القاضي بخصم أجر يومي إضراب 22 و23 من جانفي المنقضي من أجور الأساتذة المضربين، اجتمعت صباح اليوم الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي بقاعة أحمد تليلي بالاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في إمكانية حجب أعداد هذه الثلاثية تنديدا بموقف الحكومة الداعم لقرار الخصم الذي اتخذته وزارة التربية. سهير جعفر، مجد القرقني. أكد كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي أن النقابة قررت إثر اجتماع هيئتها الإدارية صباح اليوم إيقاف العمل بساعة يوم الأربعاء القادم من الساعة 10 إلى 11 والقيام بتجمعات أمام الإدارات الجهوية يوم الجمعة 15 من مارس الجاري مع منتصف النهار بما لا يتنافى ومصلحة التلاميذ والامتحانات. مصلحة أبنائنا وامتحانات أبنائنا ودراسة أبنائنا خارج كل التجاذبات ولن نقحمها. كلفنا ذلك ما كلفنا في صراعنا من أجل مطالبنا ومن أجل حقوقنا. من جهة أخرى هدد كاتب عام النقابة بالتصعيد مشيرا إلى إمكانية حجب أعداد هذه الثلاثية عن كافة إدارات التعليم، كما أدان عملية الخصم التي قال إنها شملت 40% من المدرسين بولاية أريانة. سيتم إنجاز الامتحانات وإصلاحها وإرجاع الأعداد لأبنائنا وأوراقهم وإعطائهم معدلاتهم، ولكن لن نسلم هذه الأعداد إلى الإدارة. بين إضراب الأساتذة والتصعيد الوزاري في الرد على الإضراب، يبقى التلميذ وحده مصيدة الطرفين في تحقيق مصالحهم الخاصة. استقبل مساء اليوم السيد العربي نصرة باعث قناة حنبعل سعادة سفيرة الهند بتونس نغمة مليك، وتطرق اللقاء إلى عدة مسائل من أهمها واقع الإعلام في تونس اليوم. محمد علي العياري، مجد القرقني. أدت سعادة سفيرة الهند بتونس زيارة إلى قناة حنبعل، تعرفت خلالها على سير العمل بالقناة وتجولت باستديوهاتها، وعقب هذه الزيارة أدلت لنا بالتصريح التالي: Je suis très heureuse d'être ici à Hannibal TV. Je sais que c'est une chaîne très populaire, très célèbre ici, et je voulais moi-même faire visite ici, de s'entendre un peu, de connaître tous les gens de chaîne. Monsieur Nasra a été très gentil, il m'a beaucoup expliqué à propos de la scène de médias en Tunisie, en la Nouvelle Tunisie. Et je suis très heureuse avec ma visite ici. Je voulais voir, je voulais comprendre un peu plus comment une chaîne moderne, une chaîne générale, comme on m'a expliqué, de Hannibal marche ici en Tunisie. Et je veux aussi, bien sûr, faire populariser les films et les feuilletons indiens. Je veux que la chaîne diffuse des films, des feuilletons indiens. Je veux que nos deux cultures, indien et tunisien, nous sommes déjà très très proches et je veux qu'on devienne plus proches. حدد تاريخ 14 من الشهر الحالي كآخر أجل للترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن قدم 12 عضوا من لجنة الفرز مطلبا للنائبة الأولى للمجلس التأسيسي محرزية العبيدي قصد تمديد آجال الترشحات. نزار زغدوتي. قررت لجنة الفرز الخاصة باختيار المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر اجتماعها بالمجلس الوطني التأسيسي التمديد في آجال الترشح للهيئة إلى غاية 14 من الشهر الجاري. ووفق نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي،
فإن قرار التمديد يرمي إلى إتاحة الفرصة لكل الكفاءات المعنية للترشح للهيئة، وكذلك نزولا عند رغبة وملاحظات المواطنين الذين طلبوا التمديد في آجال الترشح. وأشارت محرزية العبيدي من ناحية أخرى إلى أن جميع أعضاء لجنة الفرز اتفقوا على مبدأ التناصف بين أعضاء هيئة الانتخابات التسعة، وللإشارة فإن اللجنة المختصة في فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا للانتخابات كانت قد شرعت في تلقي طلبات الترشح منذ 22 من فيفريا المنقضي. تقييم وضع المؤسسات في الظرف الاقتصادي الراهن وتسليط الضوء على الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مشاكلها مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هو موضوع الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم الهيئة الوطنية لإصلاح اتحاد الأعراف. إقبال جلاسي، مروان بن حميدة. الركود الذي دخل فيه الاقتصاد التونسي هو ركود على المدى الطويل ولم تشمله تغييرات جذرية، هذا ما قاله جمال الدين العويديدي المنسق العام للهيئة الوطنية لإصلاح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة صباح اليوم لتقييم الوضع الذي تمر به المؤسسات حاليا. دخول اقتصادنا في باب معناها مسدود، اللي هو معناها ربما أصبحنا معناها بلاد معناها متاع مناولة سوتريتانس للاتحاد الأوروبي مثلا، ووقت اللي تصير أزمة في أوروبا نحن نقف لهنا. ركود كامل لجميع القطاعات وخاصة القطاعات معناها الهامة مثل الزراعة الفلاحة والصيد البحري، الصناعة كذلك اللي هي مازال عندها دور وفيها معناها تكمن فيها طاقة كبيرة متاع تطور إلى غير ذلك. شفنا مثلا أن الزراعة لها مردود ضعف مردود السياحة، رغم أنه تتحصل على نصف القروض والمالية اللي موجودة في اللي تعطى كل سنة، وهذا حسب معناها أرقام رسمية. وبشأن الزيادة الأخيرة التي شملت المحروقات قال العويديدي: معناها احنا توا كصناعيين واحنا مثلا ناشطين في صناعة اللي هي تستهلك الطاقة بكثرة، زيادة تقريبا 10% في الكهرباء و 8% في الغاز، وتوا يقولوا باش يزيدوا 7%، معناها 17% زيادة في الكهرباء في ظرف تقريبا 6 أشهر، هذا عمره ما صار حتى من 20 ولا 40 سنة التالي ما صارش. كما تطرق جمال الدين العويديدي إلى ما اعتبره تجاوزات خطيرة تحصل داخل منظمة الأعراف، خاصة بعدما تم رصده مؤخرا من عمليات فساد مالي وإداري وتزوير رافق المؤتمر الأخير للاتحاد. التزوير اللي صار هو التقرير المالي اللي تقدم في المؤتمر الوطني، ما فيش محاسبة على 24 اتحاد جهوي و212 اتحاد محلي ومجمع التبع والنشر اللي هو يصدر في جريدة البيان، هذا ما هوش موجود داخل التقرير، وهذا يتسمى تستر على أملاك اللي هو معناها القيم المعمول بها للمحاسبة. من جهته تحدث المنصف خماخم عن أهم التجاوزات التي تم رصدها خلال المؤتمر الجهوي للاتحاد بصفاقس. التجاوزات الكبرى هي هناك العديد من الغرف النقابية اللي وقع تجديدها بعباد ما عندهاش باتيندات، ونعرفوا احنا الانتماء لاتحاد صناعة وتجارة لابد اولا من يكون المنتسب للاتحاد يكون عنده معناتها معرف جبائي، هذا ثم لجنة صارت وشافت التجاوزات هذه، اغلب اللقبات صاروا اغلب الغرف النقابية صارت ما غير باتيندات، هذا حاجة. كذلك يوم المؤتمر صارت العديد صار خلال كبير ياسر، وهو معناتها عدم وجود النصاب القانوني. في إطار الشفافية والموضوعية لأشغال المجلس الوطني التأسيسي وحضور النواب وتقييم نشاطاتهم اليومية، نظمت منظمة البوصلة في لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس اليوم جلسة استماع لمقترحاتها والمتابعة المستمرة لأعماله، مما يساهم في جدية العمل والحرص على استكمال الأشغال. التقرير أعادته لكم أنيسة الحجري، التصوير لملك بن عبيد. في إطار الشفافية والموضوعية لأشغال المجلس التأسيسي وحضور النواب وتقييم نشاطاتهم اليومية، نظمت منظمة البوصلة في لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم جلسة استماع لمقترحاتها والمتابعة المستمرة للمجلس، وهذا ما سيساعد على جدية العمل داخل المجلس والحرص على استكمال الأشغال.
أنه هي من المنظمات الوفية اللي واكبتنا من أول ما انطلقنا، لأول ما انطلقنا في أعمالنا، نشرت غيابات، تابعت جلسات عامة. أنا أعتقد أنه إذا كنا صادقين مع أنفسنا وقت اللي قلنا نحبوا الشفافية في أعمالنا، وقت اللي قلنا نحبوا ديمقراطية تشاركية، وقت اللي قلنا نحبوا المجتمع المدني يشارك بطريقة أو بأخرى في هذا المسار الانتقال الديمقراطي، إذن ولا بد أن يكون هناك دور فعال وإيجابي، حبينا ولا ما حبيناش، لجمعيات مثل جمعية بوصلة. أنا الحقيقة حرصت زادة أنه باش يتم الاستماع إليهم إليهم من طرف لجنة النظام الداخلي قبل ما نمر غدوة للجلسة العامة. لماذا؟ لأنه هذا متابعة ومراقبة لنا معناتها بكل كما قول فيها بوفاء كبير، يعني من اللي بدينا. فرأيهم ونظرتهم وتقييمهم من الأكيد يعاوننا إحنا النواب كيف ندخلوا غدوة لتنقيح النظام الداخلي باش نكونوا في الطريق الصحيح. تقارير ودراسات عديدة أعدتها المنظمة خلال الأشهر القليلة الفارطة، البعض من النواب احترموا قراراتها وصدقوها، لكن هذا لا يمنع رفض لبعض الأطراف الأخرى. الموقف النواب، فما نواب كيف معناتها عشنا في الشفافية وماذا بينا معناتها كل شيء يكون بالشفافية، وهذا معناتها دستور، وفي المرحلة الانتقالية هذه الشعب عنده الحق معناتها يعرف شنو صاير في هذا المجلس الوطني التأسيسي. وفما النواب يشوفوا مارس البوصلة كما معناتها بوليسية تعس عليهم، ويظهر لي معناتها أميرة يحيوي النجمة تفهمهم علاش قاعدين يخدموا في الخدمة هذه، اللي الخدمة هذه كان جات دنيا يخدمها المجلس الوطني التأسيسي على شبكة انترنت نتاعو وبكل شفافية. بهذا الخبر انتهينا من أخبارنا الوطنية ونبدأ جولتنا العالمية بالملف السوري. ففي الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة السورية بسط سيطرتها على مدينة الرقة في شمال سوريا وأسر محافظها حسن جليلي، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده انتصرت في هذه المعركة وأسقطت مشروع التآمر ضدها. شيراز النايلي. احتجز المقاتلون السوريون المعارضون حسن جليلي محافظ الرقة الواقع شمال البلاد، ويأتي أسر المحافظ غداة سيطرة المقاتلين بشكل شبه كلي على كامل المدينة. وأفادت مصادر صحفية لبنانية أن الأسد قال لوفد حزبي قومي عربي زاره الأسبوع الماضي إنه بات متأكدا من أن المؤامرة في سوريا قاربت على نهايتها، معتبرا أن سوريا انتصرت في هذه المعركة وأسقطت مشروع التآمر ضدها، وأن المعارضة المسلحة تعيش ما يشبه لعبة بقائها. وأضاف المصدر أن الرئيس السوري استند في ذلك إلى تطورات عديدة ومهمة أبرزها الوقائع الميدانية. قتل 33 جنديا سوريا وسبعة جنود عراقيين على الأقل في كمين نصبه مسلحون مجهولون غرب العراق أثناء محاولة الجيش العراقي إعادة الجنود السوريين إلى بلادهم بعدما فروا إلى العراق خلال معارك مع قوات سورية معارضة. في ساعة مبكرة من صباح اليوم اشتعلت النيران في مبنى الأمن الوطني في مدينة بورسعيد المصرية، وذلك بعد ساعات من مشاركة الآلاف في تشييع 3 من أبناء المدينة لقوا حتفهم الأحد في مواجهات مع الشرطة، ليكون بذلك ثالث المباني الحكومية التي تتعرض للاحتراق في غمرة الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين أغضبهم نقل سجناء من سجن بورسعيد إلى خارج المحافظة. أعلن جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع المشروع النووي الإيراني بما في ذلك الخيار العسكري، بينما جدد البيت الأبيض التأكيد على أن واشنطن لن تبقي نافذة الفرص مفتوحة أمام طهران للأبد. وأشار كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن أمام طهران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي الذي يثير شكوكا لدى الغرب بأن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران. بلغنا هذا الإعلان، إعلان ضياع لسعد بن عمر بن حامد الرزقي، مولود في 2 مارس 1967 و900 ألف، يعاني من مرض الأعصاب، خرج من بيته منذ سنة 98 و900 ألف، ومنذ ذلك الوقت لم يعثر له على أثر. فالرجاء لمن يتعرف عليه أو يملك معلومة عنه الاتصال على الرقم 99 66 73
1984. بهذا الإعلان ننهي نشرتنا. لم يبقى لأعزائي إلا أن أذكركم بالعناوين. المواطن التونسي يعتبر الزيادة في المحروقات مشطة ولا تستجيب لمصاريفه اليومية. الاتحاد من أجل تونس يدعو إلى مؤتمر حوار وطني ويشكك في إمكانية نجاح حكومة علي العريض. نقابة التعليم الثانوي تعتزم القيام بإضراب بساعة الأربعاء 13 من شهر مارس وتهدد بحجب الأعداد. ومن أخبارنا العالمية، مقاتلو المعارضة يحتجزون محافظ مدينة الرقة وبشار الأسد يؤكد انتصار نظامه. انتهت نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة، دمتم بخير. We'll be right back.